لايف بكفي صار وقت تكنولوجي مع فادي. هاي من جديد فادي. هاي تمام. هاي. اكيد صباح الخير لكل المشاهدين، كله تمام. هلا موسم صيفي، عم نحكي عن كل شيء اكتيفيتيز فينا نقول اوبن اير برا، ما عم نعمل شيء اندور، وفي حتى قصص كثير عم بتشوفها هلا على الطرقات، بالاخص الطرقات الجبليه، الشباب اللي بيستعملوا الاي تي في او عم نحكي عن الكواد او المزارعين اللي بيستعملوا تراكترز، كل هدول اللي اذا بتحس انه ما في سقف فوقهم او ما في شيء يحميهم حتى اذا صار اي حادث. بتعرف انه هالماشينز الويل بيس تبعهم كثير صغير، يعني المسافه بين دولاب الادماني والوران كثير ضيق، وحتى عرضهم قليل، واللي بيعرضهم لكثير فينا نقول حوادث، بالاخص عم يستعملوا على طرقات وعره، عم يستعملوا برات كل الاماكن، يعني مش الطرقات المعبده. فعم نشوف هون حتى للاشخاص اللي بيستعملوا التراكترز للزراعيين، انه بمجرد صار اي حادث عم تيجي الماشين اكزاكتلي عم تيجي الماشين على الشخص. هون عم نشوف حتى اذا عم نشيل العشب هون الاي تي في، كله امور كثير حوادثها خطيره لانه بتقلب على الشخص. الفكره الجديده من هيدي انه عملوا هالديفايس صغيره اير روبس، فكرتها كثير حلوه كثير ذكيه. يعني باول كان لاحظ في موديلين غيرها، الموديلين كانوا شوي عبء عليهم، يعني العالي كثير بتضرب باغصان الشجر، والمطويه عندك مشكله لحتى تجلسها وتطويها منها سهله. الفكره بهيدي هي اوتوماتيكلي بتفتح لحالها، كيف بيفتح الايرباج بالسياره، نفس السيستم تقريبا، في عندها غاز من جوا بتفتح بطريقه، بمجرد انه كان هالماشين او هالفيهيكل عم بتحس انه عم تقلب بمحل من المراحل، مرحله بقلبها في عندك اكسلروميتر، حتى للتلت كمان، اذا جيروسكوب، انكلينوميتر، اذا هالانكلينيزون كانت كثير قويه بيشتغل الغاز وبيفتح هالحديد بيعلى، مثل حتى اذا بدك ب سيارات الكشف اللي عندهم اياها بالسندة الراس الورانيه كمان لتحمي الركاب. فهالفكره كثير متطوره كثير جديده، وبلشوا يتباحثوا بكيف باي فيهيكلز رح تركب، يعني عم بيحكوا مع كل العالم اللي عندهم هالماشينز لحتى يخففوا اذا بدك من الحوادث المميته. اكيد لانه وانس عم تقلب عليك الفيهيكل منا هيني كوزن هيدي بتنزاد زيادة، يعني منا اكزاكتلي زيادة، وزيادة ما بتكلف كثير، وبتعطيك حماية 100% ان كان على جنبك او على سقفك اذا قلبت رول اوفر 100%. ريدوندنت شانلز، هون عم نشوف انه هي بالتحديد كمان بتشتغل على البطارية، وفي عندها بطارية اكسترا باتري خصوصي لها. هون عندك اليرت في حال صار اي مس فانكشن فيها، بتعطيك اليرت. هون عم بيقولوا لك انه في بطاريه ثانيه زياده لحتى ما يكون في اي فيلر بالكهرباء بهالفيكل، اذا من بطاريتها ما اشتغلت في بطاريه خصوصي لهالديفايس اللي هي الايروبس. فبالنهايه رح نصير سيف اكثر، رح نكون عم نطمن بالنا انه في حال قلبت هالفيكل كان جنب او رول اوفر كومبليت رول اوفر قلبت على ظهره، نحن رح نكون محميين بطريقه من الطرق. يعني مهم قد ما بنسمع عن حوادث، يعني عندنا وبرا، يعني عن هالموضوع. وفي كثير حوادث بتصير لانه انت بالنهايه ما عم تمشي على طريق مزفته، عم تمشي بجليله مرات، بطريق كثير وعره، بطريق منا طريق للسيارات، فهيدي خطورتها اكثر من العاده. يعني مزبوط. الفكره الثانيه هيدي عم نحكي اوت دور، بعدنا الفكره الثانيه عم نحكي عن هلا كمان موسم سباحه للسباحين، والسباحين الاكثر شيء هن السباحين الرياضيه فينا نقول، لحتى يحسنوا من التكنيك تبعهم. الفكره كثير حلوه، عملوا ديفايس جديده. هالديفايس هي فينا نقول اول شيء هن كفوف، وبين الصبيع الكفوف في تيوبز، هالتيوبز بتقرا قديش في ضغط المي اللي عم تقطع فيها الايد. هون هالضغط بيروح
هل فينا نقول هالقراءات بضغط المي بتروح على كمبيوتر، هالكمبيوتر بترجمها لأصوات. سو السباح صار، وهالأصوات كمان في شو يسمعها السباح بواسطة إيرفونز، هو بالمي هو عم يسبح بقلب المي. سو هل بصير من هون بصير عنده لايف طريقة السباحة تبعه، بيقدر يصلح إذا كان في شيء غلط بطريقة السباحة. يعني كل ما بيخف ضغط المي يعني هو عم يخف الضربات تبعوله، لازم يرجع يقوي. كل ما قوى يمكن قوى زيادة كمان لازم يخفف. وهون الكوتش بذات الوقت بيقدر يسمع من سبيكرز حل البيسين، بيقدر يسمع كمان ويعطي إرشادات دخلي لايف. فهي الفكرة أنه بلحظتها في يقدر يصلح، مش يسمعهم أو يعرفهم وبعدين يرجع يصلح. وهيدي بتساعد السباح أنه يتمرن أكتر ويتمرن أحسن ويحسن من أدائه. لا طالما عم يعرف يعني بنفس الدقيقة هو وين غلط بنفس اللحظة أو شو السيتواسيون exactly. exactly. فهيدي فكرة جديدة للسباحين لحتى إذا بدك يتمرنوا بطريقة فعالة أكتر ويعملوا أداء أحسن. هون عم نشوف أنه بعدها شوي بدائية الخبرية، لأنه هالسباح بالوقت الحاضر لازم يكون قريب من الحفة وموصول بشي على الحفة ليقدر ياخذ كل هذا القراءات. بس اكيد عم تتطور، هذه اتس بروتوتايب لحتى يجربوا فيها بالاول، ورح تتطور بعدين وتصير بكل سهوله بكل ضربه عم يشوف قد ايه البريشر المي حواليه، او الضربه الايده كيف عم تنزل بالمي هو اساسا بشوفها وبيسمع قد ايه قوه البريشر، اذا لازم يحسن ولا لازم يغير من ادائه. سو هذه هون عم نحكي كمان سباحه، وهلا موسم صيفيه. هلا الفكره الكتير حلوه واللي يمكن هيدي رح تصير بالمستقبل من اهم الافكار، عم نحكي عن augmented reality AR. نحن بوقت من الاوقات هلا عم نشوف في عنا هالجوجلز الكبار اللي بنلبسهم، بنشوف virtual reality VR، بنحط التليفون وفي games بقلب التليفون، نحن بنفوت بالجيم وبنجرب نشوف هالفيرتشوال رياليتي حوالينا كيف نحن فينا نلعب. بينما بالاي ار اوجمانتد رياليتي عم نشوف بالتحديد نحن المساحه اللي نحن فيها. يعني اذا نحن هون بالاستوديو عم نشوف الاستوديو والجيم عم تيجي بقلب الاستوديو، يعني كل شيء اشخاص عم نشوفهم 3 دي بواسطه هالماسك الصغير، عم نشوفهم 3 دي على بالموقع اللي نحن فيه. يعني فيك تشوفهم على الكاوتش حدك، فيك تشوفهم على حد الحيط على الارض وفيك بكل بساطة تقدر تلعب. هيدي الفكرة الجديدة اللي هي augmented reality. نحن أصلا جربناها، نحن كنا من الأوائل، باسم كريستو جربها بكذا برنامج. فالفكرة عم تتطور لجيمز، وهالجيمز أنت رح تصير عم تلعب فيها. والأهم من هيدا كله أنه عم بيقولوا مستقبليا يمكن رح تصير تستغني عن تليفونك، تستغني عن الكمبيوتر، تستغني عن التلفزيون حتى، لأنه بهالأوغمانتد رياليتي فيك تشوف كتير أشياء. يعني فيك تشوف، تنعتبر هو مثل هولوغرامز، كله مثل هولوغرامز. This is the HoloLens اسمه. فيك تشوف هولوغرام كيبورد قدامك مع سكرين، وفيك تكون مثل ما تكون عم تلعب بالجيم، تكون عم تكتب على هالكيبورد والسكرين عم بتشوفها قدامك. يعني مستقبليا يمكن تستغني عن الكمبيوتر، فيك تشوف فيديوز بذات الوقت، وهون منك بحاجه للديفايس. يعني هيدي بالفي ار انت عايز تليفونك لتفوت على الجيمز، بهيدي منك عايز شيء لتفوت على الجيمز. الجيمز هي يعني مثل ما بنحضر بالافلام اللي بتحكي عن المستقبل المتطور جدا. صحيح، رح تصير حقيقه. صحيح، مع انه هلا بعدها كثير اذا بدك الفيجن كثير ضيقه فيها، في عم نقول شان دو فيزيون تبعك كثير ضيق. إذا بتطلع شمال يمين بتطلع من الجيم، بس أكيد عم ينشغل عليها، لأنه هيدي كانت من أول القصص إذا بدك المش مش مش مهضومة فيها نيجاتيف سايد تبعها. بس أكيد رح يشتغلوا عليها. والفكرة أنه مثل ما كنت عم بقول لك، معقول يتخلصوا من تنعتبر الكمبيوتر التليفون، منك بحاجة بقى للتليفون. يمكن السيم كارد يصير بقلب هذا هالجوجلز، وهالجوجلز بعد وقت يصغروا ما يكونوا هالقد حجمهم كبير، يصيروا مثل العوينات، حيال العوينات عم نلبسها. فكل هدول الأمور أكيد عم نحكي مش بالمستقبل القريب، بس بالوقت الحاضر صار فينا نلعب جيمز بهالفكرة الجديدة اللي هي augmented reality the AR. فشوي شوي
ستيب باي ستيب عم نشوف انه كل اللي يمكن منشوفه بالافلام الساينس فيكشن عم يتحققوا بطريقه من الطرق. وهون فكره كثير واضحه واكيد لها ابعاد لقدام، مثل ما كنت عم بقول لك تتخلص من كل الديفايسز وتصير عم تستعمل بس هالتليفون او سوري هالعوانات لحتى تستغني عن تليفونك كمبيوترك ايباد وات ايفر تابلتس عندك. فادي ميرسي كثير على الافكار اللي بتحكينا عن المستقبل هيك بهين حياتي حلوه حلوه، بس نشوف قديش لبعدين ان شاء الله نلحقهم. اكزاكتلي. نحن رح نروح على اوروسكوب بعد كم دقيقه، خليكم معنا.